إسقاط المحرمات اللي هي عبارة عن ظاهرة سلوكية. لاحظوا لكي أشرح هذه الفكرة، لاحظوا العلامة المجلسي في الجزء 25 من البحار، وهو يشرح المعنى الاصطلاحي ماذا يقول. يقول: اعلم أن الغلو في النبي والأئمة عليهم السلام إنما يكون بالقول يبدأ بماذا؟ يبدأ بالجانب الاعتقادي، بألوهيتهم، هذا كلامه، أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبودية فهم معبودون، أو في الخلق والرزق هم شركاء لله في الخلق والرزق، أو أن الله تعالى حل فيهم أو اتحد بهم، أو أنهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى، أو بالقول في الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا أنبياء، أو القول بتناسخ أرواحهم بعضهم إلى بعض. هذه كلها قول، كل قول اعتقادات، الجانب الاعتقادي الذي يظهر فيه الغلو، أو الآن القول، هذا القول الذي هو يعكس جانب سلوكي، أو القول بأن معرفتهم، معرفتهم معرفة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي. فإذا نحن أمام شيء ذهني، ممكن يكون إنسان متدين لكن يعتقد بالعقائد الأولى، لكن لما يأخذ الفكرة الأخيرة سيتحول إلى شخص متحرر من جميع التزامات الدينية والأخلاقية. ويعلق هنا العلامة المجلسي ويقول: والقول بكل منها إلحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلت عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار السالفة وغيرها. ويعلق يقول: وقد عرفت أن الأئمة عليهم السلام تبرأوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم، وإن قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك، إذا شفت رواية هنا أو هناك فيها شيء، فيها رائحة واحدة من هذه الأفكار التي رأيناها، إذا قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك فهي إما مؤولة علينا أن نؤولها، لا يمكن أن نأخذ بها هكذا، أو هي من مفتريات الغلاة. هنا العلم